شاء الله على أتم الاستعداد لإكماله. مكتب انتخابات ميسان ينظم ندوة تثقيفية لشركاء العملية الانتخابية من الأحزاب والكيانات السياسية والأفراد من أجل إشاعة الثقافة الانتخابية للحملات الانتخابية الخاصة بهم. نظام الحملات الانتخابية رقم 2 تم شرحه على المرشحين من أجل الالتزام بالضوابط والتعليمات القانونية التي تخص المرشحين من الدعاية الانتخابية. كذلك تم عقد أكثر من ندوة للمرشحين والمرشحات من قبل شعبة الإعلام والاتصال الجماهيري وشعبة الأحزاب للمرشحين من خلال جولتين كانت من أجل التثقيف حول الدعاية الانتخابية والخروقات. نحن أصابع المدعين لا نلقي أي دعم خارجي، وإنما كل الدعاية مالتنا هي تمويل ذاتي، ونسعي من خلال برنامجنا الانتخابي اللي عديناه انصاف جمهورنا المستقل، واحنا سعين في التغيير. ان شاء الله احنا اصابع المدعين مرحبين بكل محافظه، لانه ناس مسالمين وناس وطنيين وجايين لخدمه محافظتنا. استكمالا واستعدادا لعمليه انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام في 18/12/2023، شوع مكتب انتخابات ميسان بعقد نتوه تعويفيه لمرشحين محافظه ميسان لغرض اطلاعهم على آلية التصويت العام والخاص، حيث بلغ عدد المرشحين في محافظة ميسان بالنسبة للنساء 49 مقعد والرجال 129 مقعد، وبذلك يكون عدد المرشحين بصورة عامة 178. مع قيادة محافظة شرطة محافظة ميسان.